رجيس تحسن ممثل مسرحي 12 سلسلة كوميدية إذاعية في حنا باع البركاكة شي نطق تفريكة في زيتونة كلينيك الشعب. كتبت بارش أعمال نور الدين بن عياد من 98 ل 2013. تبارك الله عليك مع تاريخ كبير ويشرفنا أنك حذينا وديما يلزم نجيبوا الناس اللي حذينا. أما علش تحس سؤالنا بعد سؤال بلال علش تحس بالظلم والجحود؟ نحسوك فادد، حس روحك مظلوم برشا، ما خديتش حقك كما لازم، رغم اللي جات فتره اللي كسرت الدنيا معناتها. انا وليت نحشم من صغاري نوفل، نحشم من صغاري كي كانوا صغار يتفرجوا في جاري حموده، تولدوا مع جاري حموده. اي انا وقت اللي جاري حموده عندي صغير واحد. صغاري وصلوا عمرهم 20 سنه ولا يفهموا، ديما نغطوا بك جاري حموده فيديو هكا وتشوفوا بوكم. توا وقت اللي يغزر لك ولدك يقول لك با سامحني على لا سي لسعد ميسيلش نعرف اللي ربي فضلهم. وقت يقول لك ولدك باش علاش ما نشوفوكش في التلفزه، علاش ما نشوفوش، علاش ما عيطولكش في البلاتوات؟ وصلت وقت نبدا قاعد قدام البلاتوات نبدا نتفرج فيكم انتوما في برشا برامج ونبدا ننقد ونتكلم. قول لي باخي غير منا ما خيبا حسدهم خاطر ما عيطولكش، ولات نحسها. كل مرة عندي يا ولاد راهو عندي انا وبوك مخزر واحد يقولوا لي با هاو مطفينك كبر ولا يعرفوا مطفينك ويعرفوا حاقرينك علاش انا فرحت قاعد لي نوفل حتى عيط لي لهنا ما عيطتش حتى عيطت فرحت معاكم وحتى التلفزه باش نعيط لك واعترفنا انه خطا منا لانه برشا فنانين ما استدعيناهمش منهم انت وطلبت منك سماح حتى في الكواليس صحيح؟ لا مرسي عليك. لا صحيح اعتذرت منك وطلبت منك سماح لانه برشا ناس صنعوا الدراما والكوميديا وكذا وجات فتره شادينا كان في زوج ثلاثه ضيوف وقع انا واحد من الناس قاعد نصلح. انا ممكن كنت انت غلط. انت كنا نضحك ونتفرج ونضحك ونشيخوا عليك. وبرشا احنا منشطين نكرت عشرة بصراحه ولوجوا على الباز وفنان والاخر يعري والاخر يسب وكان ما يسبش ما تجيبوش وكذا صحيح ياك تشوفها نوفل انت البارح انا قاعد انا والله يرحمه توفيق البحري وقاعد مع الشناوي وقاعد مع غوار وخدمت مع موينهم توا ما دائما حتى حد خلينا نحل قلوبنا لبعضنا تي مساج مانيش تونسي انا باش نتعدى انا مانيش راني قاعد في الدار عيط لي انا عندي ابداع نعم في حاجات قاعد العمر يمشي ونكبر ونتاكل بالطر بالطرف نطفى عليك لا نحكي لك معناها في الواحد وفوق هذا انا ممكن كان عندي لسان طويل كنت ما نسكتش كنت اعمل فيديوهات كنت نهاجم برشا هاجمتك حتى انت وما خليت لك ولا بقيت لك فهمتني وبعد حشمت على روحي علاش حشمت حشمت خاطرك ما جاوبتنيش طلعت اكبر مني ياسر في مخك حشمت على روحي ضربت فرا داروا علي صغاري لا با ما يجيش هكاك راهو هكا وما كبر ولا يفهم لازمك تعمل هكا لازمك تريد نشكر ميسا باديس نشكرها حلت لي باب وعيطت لي رجعتني في الكورس نشكرها ويرحم والديك الطفله هذيك فهمتني ورجعت معاهم وحتى كي جبت لطفي بندقه وحكيت على جري حموده والله ماني قاصد لاباس لحد شيء هو سؤال عطاته لي هي قالت لي شنو راه قالت لي انت شاركت في جري حموده نص عفيف في اللقاء لطفي بندقه قلت لها نص عفيف انا عليت نتكلم خاطر انا قلت الحق واكد لي كلامي اكرم عزوز قالوا النص راهو تاع عفيف واحد والاخر عاونوا في دخول القناه 21 حطوا معاه معناها انا مانيش نعمل في البيز انا وقتها نتكلم الحرق نتكلم ولكن حبيت نعمل بوز نجيب لك الكواليس جاري حموده تو في فرصه اخرى تو تشوف تو تقول لها خلينا نمشي نروح ولو اني ما نشدش روحي صار اي من غير ما تقول صار انا بدي ما نشدش روحي ما مشيتش دربشني شنو الكواليس معناتها انت بعد وقت اللي تسمع فنانه كبيره ابشر سميك تتفاجئ بلقيس شريعه بلقيس شريعه اللي عم تزورق صغير وحكيت مع الرمال تقعد 22 سنه ما تخدم حتى عمل ويعيطولها في جاري حمودة وتقعد شهر ونص تحفظ في الدور وصبغت شعرها ورجعت معناها رجعت لها الروح مسكينة على الاخر رجعت بعد 22 سنة كالنجمة هذيك قبل التصوير بسبع ايام يقول لي زول التليفون يقول له تم تعويضك بأمل علوان ديبريمي مشات حكاش عليها واحد اصل يقول له شكون على شنو سبب وشنو اللي عمل الشيء هذاك شكون اللي عمل كيفاش شكون سبب؟ تليفون من القصر والبقية وكذا باش تعرف شنية الدومين وشنية الواحد وعلاش واحد ويتعب من بعد ما يلقى حتى شيء ويبدا يجري وانا نشكرك انت نوفل وبلال على الدعوة نشكرك بالدبدة وبحول الله معناتها نحب صحيح معناتها كل قطيعة فما هو
الاعلام مقصره، ما احنا في بعضنا زيادة منشطين ممثلين كذا، ما نعرفش علاش ما فهمي الماء ماهوش صافي بيناتنا، ما نعرفش ياسر فما قطايع بين العباد، ياسر عرك، ياسر تكم بين من ما نعرفش تكبير نفوس. نتفرج في المسار وكيش يحبوا بعضهم يشكروا بعضهم او قال خاطر كان جيت تقع كنت تقابل فنانين يقعدوا مع بعضهم، هو ما عادش كيف قبل، ولكن نتقابلوا في مهرجان مناسبات، نتقابلوا في مناسبه، مشيت النوفل ليه يا ولدي ما تمشيلوش وهكا وهكا وهكا، انت حتى ما تعرفوش، قول له صار هكا سايب عليه تجبد روحك. بعد وقت تقابلوا، علاش كنت نحكي انا على بلبل انا بلال، قلت كنت نخزر له خاطر حديت ولا وشنو بس متجنيه وحد من الهويه ما يتعداش. وقت المره فاتت انا كي طلبتكم من هنا ودخلت على كده خويا وليد ودخلت حسيت تاع مش حشمت راجل راقي راقي ويقدر الفنان ويقدر، تعلمنا منه وتفرجنا فيك. العفو العفو وي فما برشا كلام. احنا خطأنا الكبير الانغلاق كان في فترة ما، جيل جديد وكذا ما ولينا قديم تو سي بون، ما حليناش الباب، ما غزرناش الناس كل، قعدنا روكي نحكي، مانيش نحكي على نوفر، نحكي على جيل كامل. صحيح. ما بعد الثورة مع الناس كل يقولوا نهرج، مانيش سب في روحي، نحكي على فكرة جيل، هيا بوز جايني لسعد لازم نشب سكون، جايني الاخرى لازم تشطح، جايني معناتها دخلنا في بوز اللي في بين الجمهور يحب، يا اخي جمهور ظهر ما يحبش، يا اخي ظهر يتفرج، يا اخي ظهر مانيش فاهمين روحنا بصراحة. معناتها انت جاري حمودة سكسي، مش كانه غنية الحظ اللي ما عرفتش تستغلها في التلفزة، ولا شنو صار لك بعد النجاح هذاك؟ علاش ما لقيتش برشا ادوار؟ علاش ما شاركتش؟ مشيت ومديت تصاوري واتصلت وعملت علاقات حتى بعد السكسي هذاك، حتى بعد السكسي وكانوا ما يعرفوكش. ضريبة النجاح كيما عبودة رياض النهدي في خطب على الباب، ضرب 20 سنة ما ثماش، كيما حمام أمل وينو؟ صحيح. لسعد بن يونس. صحيح. ضريبة نجاح. وانا نمن بحاجة أخرى، ربي كاتب لك باش تاكل حاجة راك تاكلها في وقتها. ونعم بالله. أما بتاتا زاد سي لسعد، ممكن نعرفش نسألك، ممكن أنتم خاطر عشتوها فترة النجاح هذاك، بالكش هزتكم الموجة نتاع النجاح، الغرور نتاع النجاح، لين حتى كي جاوك مثلا أدوار أخرى ولا كلمك حد ما حبيتش، يسوى طلبتك شي غالي، يسوى حسيت لا تقول لا تغريت روحك، يعني فهمت فازا مش راهو معناه نجم، سبحان الله الواحد يتغر، بالعكس يعمل سكسي يتغر. بالعكس هذا باش نجاوبك، عيط لي عبد القادر الجربي في مال وامان، مال وامان عملتك اللي تيك نتاع العياش يشعل 100 فاشي نتاع نور بن عياد، ووحدك في الباشاشة يا باشا. أي وحدك في الباشا، يعطيك في الباشاشة مشهورة. كان نوعية ذيك اللي تفهم أنا ذيك، كان نوعية هذيك. عيط لي وأنا في بالي دور كبير، قال لي 3 أيام، ملا روحت خذيت بناية 3 أيام وخدمت بالضحك وبالواحد وروحت. لا أنا نمشي نخدم، ما ثماش دور كبير ودور صغير، ثم ممثل كبير وممثل صغير. أنت شنو تقدم؟ أنا جريت ومن بعد شكيت في روحي، قلت لعل مشيت على روحي ما عادش عندي حتى شيء. الحمد لله القلم مازال يجاوب في الكتيبه وفي الوحده. الحمد لله شديت المسرح وشديت المسرح اوروزمون فما مسرح وما ثماش راهو حتى اللي شفتني فيهم الكل ولا واحد مره عيط لي روان. رو انا من جي يا نصي يا جيت باش نعمل معالجه راهو للنص اللي يقولوا هما ما عادش نحب نجبد حتى حد باش ما يتبوش حق الرد اللي يقولوا معلش وما كتبش. انت شوف الجاري حمود، شوف الدور نتاع الوليد تتلقى كله سجع، شوف دور نور الدين بن عياد وروتور الكلبيتي فور ومن تقال كله سجع، تعرف اللي هي بصمتي انا والتامبر نتاع لسعد عثمان هذيك. شنو علاقتك نور الدين بالعيد تو؟ خويا بابا علاقتي الروحيه، اما ما عادش يمشي حتى بلاصه، ما عادش يحضر حتى بلاتو. لانه تظلم برشا، فسر لي علاش، حس بالظلم زاده ولا باش حس؟ لا نور الدين بن عياد مش حكيت حس بالظلم، نور الدين بن عياد اول حاجه بعيد ولا يسكن في مطمط. اي. وظروف صحيه. عنده ظروف صحيه تمنعه باش يتنقل. يتنقل يجيك للاستوديو ويخدم حاجه ويمشي، اما ما يمشيش عروض مره يمين مره يسار مره كل مره في بلاصه، ما عادش ينجم. اما حتى في التلفزه تظلم، اختفى، ظلموه في المنوعات التلفزيه وظلموه في المسلسلات. في حاجه نور الدين ستانس وقت اللي تعيط له في مسلسل لازم يقرا هو النص ساعة يشوف هل ينجم يشارك في المسلسل هذاك ولا ما ينجمش يشارك، مش في الدور كبير ولا صغير، اما الموضوع اللي باش يخدمه ديما يشوفه هو. هذاك علاش نور الدين هذاك الاب الروحي نتاعي، وذاك اللي تعلمت منه وذاك اللي حفظت منه خاصه الالتزام. نور الدين بن عياد راهو تتفاهم معاه 7 متاع الصباح تجي راك مخر الاولى الثانيه الثالثه بعد ما عادش تخدم معاه،
نور بن عياد راه يشم عليك اي حاجه ما عادش تخدم معاه. نور بن عياد كي تذكرها بالدور تاع فك الدعايه تاع المهرجانات تسهرون مع الليله مع نور بن عياد دخلت عليه وقف قالوا لي اللي معايا سمي لي كل واحنا صغار معني ما عرفنا حد. انسان ملتزم برشا نور بن عياد وربي يفضله توفي عمره ربي يفضله بالحق بالحق معناتها نحس ما تحسش فين تكسيره نتاع جيلك اللي كانه جراتويت تكسيره جراتويت والدنيا ما عندناش ناس ما عندناش ناس ان جون يشد واحد من يده وهيا نعملوا مع بعضنا. علاش تكسيره ولا تكبيره نتاع ضمارهم وفات تو ضمارنا احنا سمعتها برشا مرات سفيان ما نعرفش ولو انه انت كتشوف حتى انا توكي ترجع انا في رمضان قبل لك خاتيني موج العون نور الدين بن عياد انا اعتبرت ربيت عليهم وقتها انا في رمضان الناس كل تفرجوا فيه نتاع الحلايبي اللي يبيع والخضار الاعصاب والدنيا وكذا ما نعرفش احنا عندنا مرحله جيل يقطع مع جيل حتى في الكوره موجوده كل شيء في السياسه فسخ القديم وجا خلينا نعمل حاجه صحيح يجي وزير يطرد الناس كل يبدا من جديد اي حتى حد ما يربط مع الاخر انا في كل شيء قلت حتى الكوره برشا جوارات مساكن اللي ما عاشوش البذخ اللي تعيشوا الجوارات صحيح وكذا هاك تشوفوا تلقاه في حاله حليله ووضعيته نعرف شنو حتى صحيح ما نجمش يدير نفسه ممثلين نجوم برشا ممثلين نجوم مع الجيل الجديد علاقتك شبه مقطوعه حتى انسانينا لا نحبهم الكل انا لا انسى الحب تحبهم تقابلوا تكلموا عندك تقابل هيا اش قولك في فكره اش قولك في حكايه هاو سيت كوم ما يعيطولكش هاو كذا معناتها انا عمري ما تحس بنوع من الظلم انا عمري ما قابلت حتى واحد فاهم ما قابلتهمش ما قعدتش معاهم ما شفتهمش مش انا اللي رافض انا وصلت كلمت حتى شكون قلت له عندي حاجات راهي جديده نتاع تولي انا عمري ما كتبت لحتى حد اما صار شرط كوني انا موجود زاد طبعا فهمتني انا في حاجه للظهور النصوص موجوده كل شيء موجود لكن ممكن هما عندهم فكره اللي الجيل القديم وما عادش يضحكوا وما عادش شيء لا انا علاش موجود لحد الان خاطر نتجدد في روحي وانا باش ديما وشنية حتى ولادي يقولوا لي باري هذه ريق الفيسبوك تو ولا هكا ويوروا فيا ما احلاك ولادي كيف يقول فيا ولادي تحس بالفرحه وبالمسؤوليه تراها باش نعطيك سؤال ابسط سؤال نجم نساله لك اكثر ثلاثه يضحكوك في تونس اليوم اكثر ثلاثه يضحكوني والله لا سعد والله انت اي والله في الجديد ولا على بعض امورك في الجديد في الكل نضحك ياسر 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 اللي نتكربس ما نكذبش عليك ما نضحك ما نضحكش فيه ساعه الكوميدي الكل ما يضحكوش فيه سفيان الدهش موت عليه سفيان الدهش لا اله الا محمد رسول الله نموت على لطفي العبدلي لطفي عبدلي اي انسان من ميدو شور بيعمل هيك لا اله الا محمد رسول الله ونحب برشا كريم الغرب نحبه برشا كريم الغرب. واقوى كوميدي والله العلي العظيم مش خاطر معاكم صادق اقوى كوميدي يخدم انا خاطر نخدم برشا بوجه تعرف نوعيتي انا كون الوجه يخدم. اقوى كوميدي في تونس يخدم بوجهه هو وليد الزين اقوى كوميدي بفضلك هذه شهاده كبيره سبري وابار وجهه ما عندوش وجهه نحسن وجهه وجهه يعدي روحه لما نكر 10 باهي لما نكر 10 احنا القدم يخدم بس على مرايه تخدم على مرايه اكيد فوالا بدي نخدم على مرايه لاباس انا قاعد يخدم على المراه مش غايب يخدم على المراه كيف مش يخدم على ثم تكنيك تاع مسرح تكنيك تقول حتى يلا وليد الزين شرف كبير لاسعد والله شنو تقول لاسعد عثمان وليد بالعكس هذه شهاده كبيره وشرف كبير معناتها انسان تجربه كبيره في المسرح ما نشبيك نكرتك النهار فاش نكرت علاش مكرر جميل علاش ترى علاش ترى تنقيس من قيمتك مثلا خاطر انت مشهور تو الناس تعرفك لا مشهور انت الناس تعرفك انت تسمع فراج شي يحكي بكري انت لازم قال مشهور والناس تعرفك الواحد لازم الواحد نتاعك انت ما حد حكي حد صبعه في الدومين واحد شو عندي تلفزه انا باش نجي نحكي معناتها بالعكس الانسان ديما يتعلم وانسان ديما معناتها يسمع الناس اللي عندهم تجربه اكثر خاطر كيما كان يحكي لك راه ما يدوم شيء راه اليوم نجم نكون عملت حاجه والناس تعرفك غدوه تنجم تتقلب عليك عادي جدا معناها بالعكس انا نمن بحاجه اللي انسان يكسب التجربه مش كومش يكسبها التجربه مش وحده كيك من الناس اللي قبله والناس اللي باش يعطيه راي والناس اللي باش يقيم حفر روحك حفر روحك باش تنسى شنو المشكل محسوب وي محسوب شنو المشكل بالعكس حاجه ماشي في تونس انك تتنسى بالعكس معناتها فجاه في عامين ثلاثه اربعه تولي يصبح ما مسطع بالله قل لي لسعد عثمان خلينا تتنسى كي تحكي في التلفزه معناتها 10 سنين اذا لما يستدعك حد كذا شنو 10 سنين معناتها انه ما يستدعوكش البرامج والمنوعات شعور من 1997 من كوكتيل احد
مع يسرى الصحراوي استدعيتوني استدعتني ميسا باديس وتونت. شو 25 سنه تقريبا معيت لي حتى حد واني موجود ونخفي الجوائز وشوفوا فيا نكتب وشوفوا فيا نكتب في السيت كوم ونكتب في المسلسلات وما عيطوليش. والله واحد حشم على روحه اخطر لعبه انا حس روحي حشم على روحي. وتو نسمعك نقوز العروي وشوف النوعيه الجديده من بعد نتاع الكتابات اللي مش موجوده تو. بازيترا سمعنا بيست علي البارح والحال نهار هزيت القفة وقصت ربي العطار قلت لعل وعسى نخلت حتى على العشاء ويا حسرة على الأيامات كيف كنت ناقف على الحوات إيه طوى سنين ما نتفكرش نهار وقفت قدام جزار المفيد والمهم هذاك اللي ثم هيا ما نطولش عليكم واللي فيكم نكفيكم أوصلت للعطار نلقى حظبة تقول بطوار إيش ثم يا جماعة زعم جاي الإذاعة كحر لي واحد راسه كدلاعة وقال لي يوخر التالي وشد الحيط قريب يوصل كميون الزيت يطل علينا العطار عم عمر ويقول اسمعوني يا بشر اللي حب عالزيت يقضي مني قضية متعشر هزيت روحي وقصت ربي الفم يضحك والقلب معبي قلت برا نمشي العطار المرشي وصلت قدام العطار نلقى الدنيا معبية كبار وصغار أنا قلت ثماشي زوز باكوات سميد والضحك وسلم القصرين لسيد بوزيد قام لي واحد كالمهبول العقل شارد والفم محلول مسحت دموع القهرة من عيني كيف كيف حتى قدام الحانوت أتقول طرح متعفوت قلت له خويا برس والديك نقاش عندك السكر نعم قلت لك عندك شي سكر قام لي واحد مغادي وتبعوني الكل الكلنا عنا السكر وكان الخالق فينا قعد يفكر طاح له الهواء والطرشق بالبكاء كيما يقولوا ناس بكري من سوريته تعرف شخصيته من سرواله تعرف احواله يعطيك الصحة برافو 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 هذا لا سعد عثمان كتيبة ظاهر لا سعد عثمان يعطيك الصحة هذه نقترح على نوفل في المباشر هذه نهداها 30 حلقة رمضانية للبرنامج نتاعكم هذا إن شاء الله ويعطيك الصحة برافو صح عمل ديكاس خطر عندي خبر ماست في محمد كنزاري صديق محمد كنزاري حب يقولوا عيد ميلاد سعيد محمد كل عمودي حيب خير ألمانيا دوك يقولوا عيد ميلاد سعيد ولده آدم آدم دوك من عندهم جيهان وبو محمد كنزاري يقولوا له عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد الدوما إن شاء الله خير شنو الأخبار لا معناتها فما مركب مهاجرين قبيلة سواحل نابل الغرق منهم في وسط المركب هذا مرأة عمرها 40 سنة تونسية معها ولدها 15 سنة ولدها الآخر 17 سنة دونك تم العثور على جثة المرأة 40 سنة معها ولدها 15 سنة في حين نهار الأحد لقاو الجثة في حين ولدها الثاني مازال مفقود دونك كنا نحكيو فيه بكري رجلها موجود في إيطاليا ظهولي طلب الالتحاق مرته برشا مرات في إيطاليا رفضت دونك الراجل قال مرته أحرق أنت زوز ولادي يخي ماتوا زوز ولاد والمرأة 40 سنة 15 سنة 17 سنة كنا نحكي على الحرقة سبحان الله شو سامحونا تونس ما نعرفش أنا ما نجموش وين ماشيين جستم ما نجموش نفيو راهي مرأة وتهز صغارها راهو معناتها ما عادش يهمها لا موت لا كذا ما قلت لك انا خزرت له قلت له كيفاش تريسكي بحياتك باش تموت قال لي انا ميت ومريسكي باش نحيا في ايطاليا قال لي انا ميت في تونس كان مت في البحر امور شكليه عم انا ميت ونحب غادي نمشي نحيا فاهم انت كيف يغزروا الموضوع يغزروا بطريقه اخرى صديقي شكرا لك لسعد عثمان وان شاء الله باش نشوفك قريبا معي في التلفزيون ربي يفضلك وفضلك الاولاد والعائله الكل
وتبارك الله عليك. عايشك شكر خاص للسيد محمد المشرقي منتج العمل، بارك الله فيه، وقف عمل وقفة كبيرة ياسر، وإن شاء الله تشوفوا حاجة بيا. وشرفني كنت معكم موجود اليوم. مرحبا وبارك الله فيك. شكرا لك. دونك أنت ربحت في أمير الشعراء إن شاء الله. مبروك البرنامج جاي منك. نسمع مع هدى التسعة نايت كلوب مع محمد لحداش كلم الليل مع أبو البيبة، مخرج في صفيق الصبري، مخرجنا سيل حبيب، وعلولو علولو استاجير جديد في الإخراج الرقمي.